السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم أنوثة تيجي جي. اليوم طبعا فيديو مهم جدا توضيحي على الفوندوتان اللي ما شفتوهاش، واكيد مع الكريم المرطب. اذا كنتم اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم الجديد ديما. نبدا على بركه الله. اول حاجه الفوندوتان هذه خصيصا لصاحبات البشره الدهنيه والمختلطه، كيفي انا عندي بشره هي مختلطه، حتى اذا حساسه ما تخافوش، ما درت لي حتى تهيج، ما درت لي حتى حبوب، كذلك تحكم لكم نهار كامل، حاجه فور لدرجه ما تصورهاش. الان صاحبات المسامات، اي وحده فيكم ديما تكتب لي راني نتعرق من المسامات، زيوت بزاف المسامات تبان، هذه الفوندوتان اللي اسمها فيكتوريا، اسمها واش فيكتوريا، اكتبوها فيكتوريا، ماركه تركيه ومكتوب عليها فول كفر. واش معناها؟ معناها انها تغطيه كامله، يعني اذا عندك الكلف، عندك مسامات واسعه، عندك ليطاش، عندك الحب، عندك ضربات شمس، عندك يعني وجهك ماهوش متوحد، جزء فيه مثلا فيه كحوليه بيضيه، المهم ما عندكش يعني توحد وما تحبيش ديري كونسيلر وديري بزاف طبقات، فالفوندوتان هذه لانها فول كفر تحميلك البشره تاعك من عده منتجات اخرى حتزيدها، مثلا حتشري كونسيلر، تشري كوريكتور الى اخره، ما تستاهلش تشري الحوايج هذه كل ما دام شريتها هي. والسعر تاعها رخيص ومتوفره 60,000 فقط، والكميه تاعها ملاح، ولانها فول كفر ديما كي تلقوا هذه الكلمه وتكون صح الفوندوتان مليحه، راح غير نقيطه منها صغيره تبليكها على وجهك كله ديريها روعه. بالنسبه لي انا، اذا كان عندك انت بشره تاعك راهي شويه عيانه تعبانه وتحبي تكوفري مليح، استعملي البيوتي بلندر، شمخي البيوتي بلندر تاعك وحكمي بعد ما تشمخيها اعصريها، حطي عليها نقاط وابدي طبقي ووزعي مليح مليح، لانه البيوتي بلندر اول حاجه راح تخليها تتوزع بطريقه هايله وتعطيك تغطيه شامله. اما كي تكوني مستعجله من الاحسن نقاطك على الصباع تاعك سخنيهم ودهني بهم الوجه تاعك كامل. اذا عندك فيكساتور زيدي فيكسي بيه، علاش؟ لانه الفيكساتور يعطيك اللمعه للوجه. اذا عندك ثاني برايمر مليح ومرطب كيما البرايمر تاع الترك، درك ان شاء الله نحط لكم المره الجايه، تقدري ديريه انت حره، لكن انا بالنسبه ليا لانها فول كفر غير هي وحدها روعه، اسمها فيكتوريا فول كفر، تتباع ب60,000. الان حنروحوا للارقام تاعها. عندكم رقم 101 اذا كنتي بيضه، يعني انا بالنسبه لي هذا هو الرقم اللي يخرج عليا، اذا كنتي سمراء بزاف من 104 و103 مليح. ديما كي تشرو الفوندوتان اقول لهم يعطوكم تيستر، تستي لابو تاعك مشو في اليد، تستاها على البشره تاعك. نهار اللي تروحي تشري الفوندوتان لازم عليك تكوني غاسله وجهك، دايره غير جستريسيل ولا مدراتي لابو تاعك ولا حاطه واقي شمسي، وباش كي تستي تفهمي عجل اليد راهي لا علاقه لها بالوجه، اليد راهي جافه يعني ولا ما فيهاش المسامات كيف الوجه، فتستي على وجهك وشوفي. وديما كي تشرو ما تشروش حاجه قد البشره تاعك، يعني نفس الرقم تاع البشره، لا اشري حاجه افتح شويه. علاه؟ لانك انت شاريه الفوندوتان باش تبان فيك عندك اضاءه اشراقه، تبان لابو تاعك هكا منتعشه، تباني وجهك مرتاح كي تكوني تعبانه في الايمات اللي تكوني عيانه فيهم، ولا يكون عندك بهتة بشره كاش ما عندك انيميا مشاكل في الصحه تاعك، فديما تشرو بافتح درجه ولا زوز. كاينه حاجه اخرى، انه هذه الفوندوتان يعني من اروع الاشياء انها ما تاكسدش، ناس بشرتهم جافة ما تقدرش تستعملها، تقدر تستعملها في حالة واحدة، إذا استعملتها تزيدوا لها شوي مرطب اللي عندنا هنا تاع بيو ديرمين، يدير 80,000 نقاط، وتخبوا بها فقط الهالة السوداء ولا اللي طاشي عندكم، لأنه هذه راهي خصيصا البشرة الدهنية، كي ديراها وانتي بشرتك جافة راح تيبس وراح تتقشر البشرة تاعك وتبان كارثة. تقدري ايضا تميكساها مع كاش ما عندك فوندوتان انت ماهيش فول كفر، مثلا انت عندك فوندوتان تكون خفيفه التغطيه وخاصه بالبشره الجافه، هزي كميه كبيره من الفوندوتان تاعك وزيدي معها شوي من هذه، واش راح يصرى؟ راح تولي عندك تغطيه ملاحه بلا ما تجفف لك البشره تاعك، ولا تستعملها ككونسيلر ولا كوريكتور. اتفهمنا البنات؟ ايضا اذا كنتم من الناس اللي تخدم الكات كريس في الحفافة وكذا، فتقدروا تستعملوا بها الكات كريس، روعة لانها جاية تقيلة وفول كفر. تفهمنا؟ ديري البرايمر تاعك وديرها هي، فتجي هايله بزاف. اذا البنات هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم على الفوندوتان، شرحت لكم على كلش، اسمها فيكتوريا تتباع ب60 خصيصا للبشرة الدهنية والمختلطة، وكان انت عندك بشرة جافة ديرها ككونسيلر ولا تغطي بها لي بوان نوار وعندك المشاكل في البشرة فقط، ما تستعمليهاش اصلا البشره الجافه الا اذا كما قلت لكم الطريقه هذيك تخلطها. كاينه حاجه اخرى، قلت لي لاكريم هذيك ما شفناهاش، هذه اسمها لاكريم ادغاتون تاع بيو دي ديرمين، عفوا دي ديرمين، التغطيه تاعها روعه، تعالج لكم البشره، ترطبها، حاجه توب وتستعملوها في النهار، يعني ما تكحلكمش البشره. اذا كنتي حابه مرطب عالي الجوده دي ديرمين ب80,000، وتهلوا في روحكم والسلام عليكم.